المشكلة الأساسية إن إحنا كنا بنعمل أكتر من سيرفيس في قفير ميكر سبيس. كنا بنعمل هاردوير أكسلريشن، تكنيكال ترينينج، تكنيكال إيفنت مانجمنت، بروتوتايبنج سيرفيسز، بنوفر ممبرشيب للتكنيكال كوميونيتي. ف we were so confusing for people. ما كانش حد فاهمنا، ما كانش حد عارف يوصفنا بالظبط إحنا بنعمل إيه. فكان صعب نوصل للتارجت سيجمنت بتاعتنا. We were struggling. فطبعا كان الكاش فلو ابتدى يقل، لان بقى صعب نشرح لحد احنا بنعمل ايه. So الاكشن، ابتدينا نبص على المين سيرفيس اللي احنا بنقدمها. ابتدينا نعملها باكجينج في سيبريت اندبندنت براندز. فابتدينا نقسم كافير ميكر سبيس لفاب لاب. الناس كلها عارفه يعني ايه فاب لاب وبيعمل ايه. قسمناها الهاردوير اكسلريتور لو سبيسيفيك تارجت سيجمنت، والناس عارفه يعني ايه هاردوير اكسلريتور. وسيبرنت بروتوتايبنج سيرفيس كومباني برضو، بحيث ان الدنيا بقت اسهل لما نيجي نشرح للناس احنا بنعمل ايه، فبقى اسهل الوصول. احنا لسه ابتدينا نطبق الاكشنز دي. فعملنا ريجستريشن لفاب لاب 6 اكتوبر، عملنا تشارج هاردوير اكسلريتور، وعملنا ميكر مينيون اونلاين بروتوتايبنج بلاتفورم. وي اوريدي جت كونتراكت للهاردوير اكسلريتور، وي اوريدي جت ا لوت اوف جود فيدباك. بيبل وونتد تو انكيوبيت ذا فاب لاب 6 اكتوبر. وي اوريدي وي هاف اوردرز فور ذا بروتوتايبنج سيرفيس كومباني. ف انستنت ريزلتس.